طيب امبارح كمان تم الإعلان عن مجموعة من النصائح لحماية الأطفال الأقل من 18 سنة من خطر الإصابة بفيروس كورونا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. دكتور إسلام صباح الخير عليك، وخلينا نعرف منك يعني دلوقتي طبعا كورونا وما زال حديث عن كورونا قائم، وهناك حديث عن متحور آخر. لو هنتكلم بشكل عام، إزاي نقدر نحمي أطفالنا من خطر الإصابة بكورونا دلوقتي؟ صباح الخير أستاذة جمانة، صباح الخير أستاذ مصطفى وكل مشاهدينكم الكرام. يعني ده صحيح، احنا الكورونا ما اختفتش، اخر شهر بالعكس الاصابات زادت. يعني احنا صحيح. اخر شهر على مستوى العالم جلنا 14 مليون اصابه، ده اعلى 10% من الشهر اللي قبل، و50 الف وفاه اخر شهر برده، ده اعلى 22% عن الشهر اللي قبل. فبالعكس الارقام الاصابات والوفيات بتزيد. احنا حاليا في ذروه الاصابات على مستوى العالم، فمحتاجين فعلا ناخد احتياطاتنا. لو اتكلمنا على اولادنا والاطفال، محتاجين نقسمهم من اول المواليد لغايه 6 سنين، ودول كده كده الرعايه بتاعتهم، بما ان مفيش ماسكات، مفيش طبعا غسيل ايدين، ان هم مش واعيين قوي باستمرار. فده دايما بيبقى مسؤوليه الاب والام، ان هم ما يبقوش في مكان زحمه، ما يخرجوش كتير الشهر ده لغايه بس نص شهر فبراير. لو عندهم اي لقاحات حسب الجدول محتاجين ياخدوها، وطبعا لقاح الانفلونزا بينفع يتاخد من اول 6 شهور. الاطفال اللي فوق 6 سنين دول محتاجين توعيه، ان هم بيروحوا حضانه، بيروحوا مدارس، ودول اخطر فئه، مش بس عشان كورونا، عشان طبعا الفيروس المخلاوي اللي موجود برضو حاليا او فيروسات الانفلونزا. برضو لقاحات انفلونزا وباقي الجدول التطعيمات مهم للغايه. التوعيه هنا بقى للمدارس والحضانات اللي محتاجه ترجع تاني، زي ما كنا بنعمل في 2020 2021. المدارس محتاجه تبتدي توعي تاني الاطفال، ما يقعدوش جنب بعض، هم في الفسحه بيتصرفوا ازاي، يغسلوا ايديهم باستمرار، يبقى في ادوات النظافه الشخصيه على قد ما يقدروا. واهم نصيحه دايما بقولها للامهات، يعني لو ابنك حس ان عنده اي اعراض او بدايه اعراض، يستحسن ان هو يقعد في البيت. وقعده في البيت هيفيده وهيحمي غيره من هو يتأذى. صحيح صحيح. لان انا ممكن من الاول الحق العدوى سريعا، واقدر ان انا اخلي الطفل في بيئه كويسه يخف في خلال 3 4 ايام، او اديه المدرسه يقعد اسبوعين، وممكن يصاحبه عدوى بكتيريه فوق العدوى الفيروسيه لا قدر الله. صحيح. طب طبعا فوق 12 سنه ايوه، ده ممكن ياخد لقاح كورونا، يعني خلينا ده اخر فئه مع كل النصائح اللي قبل كده، وياخد اللقاح بتاع كورونا في مصر. أيه. طبعا بقيه البلاد ممكن يبقى اقل من كده يعني. دكتور إسلام، كلمني عن متحورات كورونا، ما هي أبرز سماتها الجديدة اللي ممكن نقول عليها فعلا إن احنا نعرف نميزها؟ احنا كنا عارفين إن كان في بعض الحاجات اللي هي الخاصة بعدم يعني تذوق، اختفاء تذوق الشم والتذوق، الشم والتذوق، وكان في السخونة، يعني كان في أعراض معروفة لكورونا، ولكن هذه الأعراض بتختفي، فالواحد ما بقاش عارف ده إنفلونزا ولا كورونا. كلمنا عن المتحورات يا فندم. اهلا وسهلا استاذ مصطفى، يمكن دي نقطه كويسه الحمد لله، يعني ابتدى كورونا اعراضه تبقى تقريبا زي اعراض الانفلونزا الخفيفه، اقل اقل حده يعني، اقل حده الحمد لله. طبعا هو في الفتره اللي فاتت سمعنا كتير عن حاجه اسمها متحور يوم القيامه. خلينا نقول بسرعه كده ان مفيش حاجه اسمها متحور يوم القيامه، مفيش اي تحذير من منظمه الصحه العالميه على في متحور جديد اسمه يوم القيامه. ده مصطلح صحفي فقط مش اكتر، يعني لا دلاله له على الاطلاق. احنا عندنا تحورات فعلا من اوميكرون بنسميها تحورات فرعيه، ابرزهم بي كي 1 وبي اي 5 واكس بي بي. دول الثلاث تحورات اللي حاليا ابتدى ان هم يزيدوا في الانتشار. الثلاثه الحمد لله ممكن يكونوا اكثر في الانتشار، ولكن مش اكثر في الاعراض. يعني هم اللي مسببين ان احنا عندنا على مستوى العالم ال 14 مليون اصابه اخر شهر فقط. ايوه. ولكن لما نبص على معدل دخول المستشفيات والعنايه المركزه، نبص على معدلات الوفيات، هنلاقي ان هي الحمد لله مش ازيد من اي متحور اخر لاوميكرون. بالتالي النمط بتاع كورونا ابتدى يبقى معروف، ان خلاص كل متحور جديد هو بينتشر اكتر، ولكن وفياته ودخول المستشفى اقل. فالحذر واجب خصوصا للفئات اللي هو لو جات لهم اصابه بيحصل تفاقم للاصابه، زي اللي بياخدوا ادويه بتقلل المناعه، اللي عندهم امراض مناعيه او امراض مزمنه، كبار السن او الكوادر الطبيه. دول المهم جدا ياخدوا الاجراءات المنشطه، عشان حتى لو احنا بنقول هو اكثر انتشارا واقل خطوره،
هو الفئات اللي احنا لسه بنقول فيه وفيات، يعني في 50,000 وفاة معظمها من كبار السن اصحاب الامراض المزمنه او اللي عدى على تطعيمهم اكثر من 6 شهور، ودي نقطه مهمه جدا لان معظمنا في مصر عدى على اخر جرعه تنشيطيه لينا اكثر من 6 شهور. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، وربنا يا رب يعني ان شاء الله يسلم الجميع. ناخد بالنا كويس جدا، نلبس تقيل، يعني عارفين الارشادات اللي بنقولها في الجو ده فنلتزم بيها، عشان حتى ادوار البرد يعني في حد ذاتها صعبه جدا وتبقى بايخه، وكمان بنأذي طبعا زي ما كنا بنتكلم الفئات، يمكن الناس اللي سنها كبير، الناس اللي عندها امراض مزمنه، فخلينا ناخد بالنا.